هاي، هلو، كيف كون؟ هاي زياد، ايش الحال؟ انت كيف؟ تسمعوني منيح؟ بيرفكت. Just a sec. اوكي، هيدا ميوت. اوكي، بريليانت. كيف الصحة؟ والله ماشي الحال. انت منيح؟ تشيز. صحة. طيب فينا بنبلش؟ ننطر اذا بدكم، فينا ننطر دقيقتين قبل ما نبلش اذا بدكم. يلا. يلا، اوكي. إذا واحد بيحب ياخد كباية ماء يقعد. أنا اليوم أنتو تالت public speaking engagement بعمله اليوم. يعطيك عال العافية، يعني عال. الله يعافيكم. معناتها في عالم كثير بدهم يصوتوا منيح. فوالا. طيب انا بقول خلينا نبلش. يلا بنبلش؟ يلا خلينا تفضل. نبلش. طيب، بثورة 17 تشرين نزلت العالم على الشارع لحتى تنتفض على الواقع، لحتى تحط حد لممارسات السلطة، لتكسر الأصنام وتواجه أمر الحرب وتقول لا، لا للي فقروا بيروت، لا للي دمروا بيروت، ولا للي فجروا بيروت. للأسف سنة وثمان أشهر وبعد لليوم العدالة ما تحققت. اليوم قدامنا خيار بالمواجهة، ومغتربين مجتمعين اختارت خيار المواجهة، لأن الحياد بهالمعركة ممنوع، لأنه في ضرورة أنه اليوم نحاسب عبر صناديق الاقتراع كل مين فسد وسرق وسكت وساوم على لبنان وأهل بيروت. اليوم قدامنا خيار وطني، وهالخيار بدنا نعبر عنه بالانتخابات. منشان هيك قررنا نستضيف المرشح عن لائحة لي وطني ببيروت الأولى، المهندس زياد أبي شاكر. أهلا وسهلا زياد. أهلا فيكم. زياد، ممكن تعرف عن نفسك؟ يعني أنت أشهر من أن تعرف، بس ممكن تعرف عن نفسك للناس يلي لأول مرة بيشوفوك؟ إيه، أنا زياد أبي شاكر. الناس اللي بيعرفوني بيعرفوا لأنه أنا لقبي الزبال، لأنه إلي 33 سنة ما بعمل شيء إلا بموضوع الويست مانجمنت، وعملنا كتير اشياء حلوة. انا كتير اشياء كتير بفتخر فيها، وين قدرنا نوصل الويست مانجمنت تكنولوجي بلبنان. يعني كتير مبسوط وكتير فخور انه نقدر نعمل شركة هندسة بلبنان تعمل ريسيرش اند ديفلوبمنت على بولوشن فايتنج تكنولوجيز. انا انفايرمنتال انجينير، بس انا كمان اندستريال انجينير، يعني وعندي باشون كتير قوي لموضوع الصناعة، وكل شغل اللي عم بعمله وكل همي، وكتير بحب الصناعيين، وبحب انه نعمل. مش بس بحب، انا مقتنع 100% انه لبنان بيقدر يكون بلد صناعي ومنتج. شو 100%. جروسو مودو، هيدا انا مين. بيرفكت. طيب هيك تنكمل البرزنتيشن، فيك تحكي لنا عن المشاريع اللي عملتها انت لتحمي صحة الناس وتوفر اي الامان على الطرقات موصلي اي وغير اشياء اكيد يا عاملها؟ يا ليكو جايز، انا تعلمت بجامعه اسمها راتكرز يونيفرسيتي بنيو جيرسي. سبب الحظ انه تعلمت مع كذا بروفيسور كانوا بلشوا عم بيفكروا بموضوع انه ما بقى بدنا نبعت شيء على المطمر زباله، وما بقى بدنا نحرق شيء. يعني كانوا بلشوا عم بيطوروا فكره الزيرو ويست فيلوسفي بقى، ووجهت الاستاديز تبعولي. انا الاختصاص تبعي سبيسيفيك ما بموضوع النفايات هو انه ابني مصانع لمعالجه النفايات المنزليه،
اكثر شيء، يعني الاشياء اللي بتطلع من البيوت، مش اشياء، مش نفايات مستشفيات او نفايات مصانع او شيء، هذا سبيسيفيكلي نفايات البيوت اللي هلا عندنا مشكله. لبنان عندنا مشكله كبيره فيها هلا، وفكره هول المعامل انه اندر وان روف نعمل كل الاوبريشن انه ما نكب شيء او ما نحرق شيء. سو هيدا كان الاختصاص تبعي، وهيدا اللي اشتغلت فيه بلبنان. حتى لما رجعت من امريكا ما كنت قادر اشتغل ببيروت ولا قادر اشتغل بجبل لبنان، لانه كان في كونترا احتكاري لشركه سوكلين، ما كانوا يخلوا حدا يفوت على السوق يعني. سو صار لي الحظ اني روح اشتغل بالجنوب، اشتغلت كثير بجنوب لبنان وتعرفت على الجنوب وتعرفت على اهالي الجنوب، وصار عندي كثير اصدقاء ومعارف بالجنوب. عملت كثير مصانع بالجنوب، تقريبا شي 10 12 مصنع عملناهم بالجنوب. بعدين عملت مصنع كبير بمنطقه جبال. بعدين اجاني تشالنج كثير كبير بالكاريير بروفيشنال تبعي، هو انه لاقي حل لنفايات مسلخ بيروت. بيروت، بلدية بيروت كان عندها أكبر مسلخ، مسلخ يعني سلوتر هاوس. اللحامين ببيروت ممنوع يذبحوا قدام الملحمة تبعهم، بدهم يجوا على هيدا المسلخ هونيك بيذبحوا بينطفوا كذا وبياخذوا اللحمة ببيعوها بالملحمة. بس شو كان يعمل مسلخ بيروت؟ مسلخ بيروت كان يكب كل الانتستان والاستوما والكذا، وهذا كان كله يكبه بالنهر والنهر ينزله على البحر، وكانوا بالباك يارد تبع المسلخ يجمعوا العظام والقرون والاجرين والما بعرف شو ويكبوا عليهم مازوت ويحرقوهم. وكانت هاي المنطقه بالكارانتينا، يعني كانت ريجيون انفكتي، يعني خلص ما مش معقول تمرق من هونيك وما تسكر الشبابيك، كانت كثير مقلقه. بقى هيدا مشروع نحن من اول ما ركبنا المعمل وقفنا نكب النهر ووقفنا الحرق. وبتذكر وقتها يعني قاموا قيمتهم، الله الله انه كيف بتجيبوا هذا هيك واحد شاب مدري شو بتعطوه هيك مشروع، لانه كانوا جماعه سوكلين هن مفوكسين انه بدهم ياخذوا هن المشروع، وانا اخذته يعني من تحت سنانهم اذا بدكم من بلديه بيروت. وبعدين عرفت ليش ما قدروا يعطون اياه لسكين، لانه كان الفرق بالكونترا بيني وبينهم شيء 60,000 دولار بالشهر. يعني هن كانوا عاطين اوفر 60,000 دولار اكثر من اللي انا كنت عاطي يمكن 16,000 دولار، هن عطوا 75,000 او شيء. وخبرني اياها مدير المسلك يعني. ايه؟ اي جيب كانوا يروحوا هالمليين؟ ما تسال. اوكي. سو هيدا ذيس از ذا باث اوف ماي كارير. بعدين وقت حرب 2006 كمان انضرب لي معملين بجنوب وما عاد عندي شغل. وهون قررت ارجع اعمل ريشيرش وديفلوبمون اكثر، وطورنا تقنيه. جيت قلت لهم للشباب يلا بدنا نحل مشكله كيس النايلون، وهيك عملنا ايكو بورد. ومؤخرا من شي 3 سنين بلشنا نركب اكستروجن ماشينز، كلهم معمولين بلبنان على فكره، مش هيك انا اندستريال انجينير، انا بعمل مكاناتي انا. هلا صرنا نسحب بروفيليه كمان يلي هو مثل الحديد بس معمول بلاستيك، وعم نعمل فيهم، بلشنا نعمل فيهم الريجارات، عم نعمل فيهم فيرتيكال فارمينج يونتس، عم نعمل فيهم هلا بدي بلش عمر بريفاب هاوسز تنلاقي حل وانس اند فور اول لموضوع الريفوجيز، تما يكونوا اول شيء بقلب المدن وبقلب هيدا، رح بنلاقي لهم زون تامبون ونشوف اذا الامم المتحده بيساعدونا بالتمويل، ونعمل مثل دي يعني بدي سميهم، حابب كثير سميهم ايكو فيليجز، يعني تمبرري ايكو فيليجز، وين الكونفلي هو شيء عالمي دائما بيصير. موضوع الريفوجيز انا برايي اخر شيء هو البشر،
فيك تختلف معهم بالسياسه او ما بتختلف معهم، انت ما بتختلف معهم هن اكشلي، انت بتختلف مع حكوماتهم او بتوافق مع حكوماتهم، بس البشر بشر، اولاد اولاد، هول بحق لهم بالسيفتي اول شيء، بحق لهم انهم يكونوا بمحل الامان تبعهم مضمون، بحق لهم انهم يتعلموا ويكملوا علمهم، وبحق لهم انه يكون في روف فوق راسهم. انا بعتقد الحكومات اللبنانيه كلها لانهم كلهم حكومات incompetent، خلقوا او ما عرفوا يعالجوا موضوع اللاجئين، ان كان اللاجئين الفلسطينيين او اللاجئين السوريين، وبدنا نجرب نطرح حل بديل للواقع اللي نحن فيه هلا، لانه ما فينا نكمل هيك. يعني اليوم الوضع ببيروت صار مزري، يعني وين ما بتروح لاجئين عم يفتشوا بالنفايات، عم بيكبوا النفايات على التروتوار، واولاد عم تشحد على الطرقات. هيدا وضع ما فينا نكمل فيه هيك ابدا، لازم ينلاقي له حل هيومين، بده يكون حل ما بعرف شو بيقولوا، انساني. اوكي، ما فينا نكون، اكره شيء علي انا العنصريه. بيرفكت ترانزيشن. كنت بدي اسالك شو الرساله اللي بدكم توجهوها للناس عبر ترشيحكم على الانتخابات انتم كريحه وطني؟ ولا ليك قررت لما بدي اترشح يعني انه نعمل كل شيء غير شو كانوا يعملوا بانتخابات قبل هالنواب وهالكذا، يطلعوا يحكونا هالحكي الحلو ويوعدونا وعود، يعني اللي بيسمعهم بفكر انه البلد رح يصير نروج، يعني هن بس يستلموا الحكم وكذا. وكلنا بنعرف اليوم انه كل الاحزاب كلهم كذابين، لانه البلد محكوم بعقلية ميليشيا، الميليشيا ما بتعطي، ميليشيا دايما بتاخد، ميليشيا ما بيقدر يعطي، بيقدر بيضل ياخذ لا 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 يسحب منك كل مقدراتك، وما بتفرق معه، وما عنده، ما بيشبع. ما فيه. كانت طريقتي انه ما راح اكتب بروجرام، راح اعمل بودكاست سميناه ممكن، وهو موجود على اليوتيوب شانل تبعي. عملنا بودكاست سميناه ممكن، وصرنا نحكي بكل الملفات يلي كتير بتهم اللبنانية، ويلي هي موصلتنا للوضع اللي نحن فيه هلا. بنيت الحملة تبعي على ركيزتين أساسيتين: قانون استقلالية القضاء، لأنه ما حدا رح يقدر يعمل شيء، اوعكم تفكروا رح نقدر نرد ليرة للمودعين، أو رح نقدر نعمل أي نهوض اقتصادي إذا اليوم بعده حيالله سياسي بتتضرر مصالحه بتلفن لقاضي، يا بيقول له روح تشكى، روح اعمل، روح كذا، او اذا حدا تشكى عليه لهيدا السياسي او لحدا عني هيدا السياسي، بيتلفنوا للقاضي وبينحوه عن القضيه او بيضغطوا عليه او بيبتزوا. فاذا يكون عندنا قضاء مستقل هو الحجر الاول، والحجر الثاني يلي حده، مش يلي فوقه، يلي حده هو انه يكون عندنا استشفى مش ببلاش بس افوردبل. هيدي كلمة بلاش، هيدول وعود كذب، هيدا حكي انتخابات، حكي سياسي، ولا يمكن، ما في بلد بالعالم قادر يعمل استشفى ببلاش. اوكي، كلكن عايشين برا، وانا كنت عايش برا، ومنعرف قديش بندفع ضرائب وقديش بيروح مصاري من شغلنا اخر الشهر. هول رايحين تا يعملوا لنا استشفاء، تا يعملوا طرقات، تا يعملوا كتير اشياء. اوكي، دوك ما في شيء ببلاش، في شغلنا، بارتي من شغلنا عم بتروح، بس لناس عندنا ثقه فيهم انه عم يعملوا شيء اون ريتور لهالمصاري اللي عم ندفع. اوكي، سو تاني حجره كانت الاستشفاء، وعملنا حلقه بتجنن مع زلمه كان له 25 سنه، هو الفاينانشال مانجر تبع اوتيل ديو، وفتنا بالاعماق انه ليش يا خي هالقد بتكلف عنا الاستشفاء، وين الهدر، وين كل شيء. فيكم تسمعوها اذا حدا مهتم يشوفها.
وبعدين صرنا نحط حجر فوق حجر، حكينا على الكهرباء، ما فيك تعمل اقتصاد اذا ما عندك كهرباء، ما فيك تعمل صناعه، ما في يكون عندك انترنت، ما في يكون عندك شيء. كهرباء هي القلب النابض تبع اي بلد. اليوم ما في بلد بالعالم ما عنده كهرباء. شو تصوروا يعني قاعدين عم نحكي مع بعض هلا لانه في كهرباء، لانه عندنا انترنت، الانترنت ما بيمشي بلا كهرباء. انت سمعنا انه اوجيرو بده يقطع الانترنت لانه ما بقى عنده مازوت، لانه تيدور الموتورات تبعوله ليقدر يبس. سو اليوم اكشلي وحده من البودكاست اللي سجلناها هي عن موضوع المي. لبنان بلد كثير غني بالمي. انا بالنسبه انا شخصيا بعتبر المي تبع لبنان هي البترول، اهم من البترول واغلى من البترول. واذا عرفنا نديره انا برايي لازم نبيع مي لبرا، لازم نركب بايب لاينز مش بيشحنوا بترول او بيشحنوا غاز، بايب لاينز بيشحنوا مي حلوه للبلاد اللي حوالينا اللي ما عندهم مي، اللي رح يدفعوا لنا حقها 4-5 مرات اكثر ما بيدفعوا حق البترول. هلا هيدي ثروه بمنطقتنا 100%. اكزاكتلي. طيب زياد، يلي عم تحكي عن جد حلو، بس اليوم السؤال يلي بينسأل لكل مرشح وبدي أسألك فيه لك بالذات، انه انت حتكون قادر تحقق من موقعك بالمجلس النيابي اكثر من موقعك الاجتماعي كناشط بيئي واجتماعي وما الى ذلك؟ ليك انا ترشحت تفوت على المجلس. على فكره معاش النايب اليوم صار شيء بهدل، يعني شيء يعني اذا عن جد. وليك وللصراحه تنقولها كمان هلا ما رح سمي اسامي، بس لما كنا عم نحضر اللوائح كان في كتير ناس سوبر سوبر كاليفيه سوبر كومبيتان فظيعين، كان بدنا اياهم نروح اترجاهم انه تعوا ترشحوا معنا، تعوا تنعمل لائحه. والله العظيم في كتير قالوا لي عندنا اوبورتونيتي نشتغل، نحن مش قادرين نعيش على معاش النايب، ونحن اكيد اذا فتنا لجوا ما رح نمد ايدنا، ما رح نسرق، نحن جايين لنصلح، نحن جايين لنغير، نحن جايين لنكسب. سو انا عارف هالشيء، وانا عارف انه الكارير تبعولي كانجينير رح تتاثر، بس وعدت حالي. بتعرفوا قلت لكم انا درست بامريكا، وانا كان في فتره من وقت ما كنت بالجامعه كنت عم بدرس هيستوري اوف ذا يونايتد ستيتس. بتعرفوا كل اللي اسسوا امريكا ما كانوا فول تايم بوليتيشنز، كانوا ناس، كانوا اكثريتهم كانوا مزارعين، عندهم مزارع وعندهم كذا. بنجامين فرانكلين كان ساينتست، كان يعمل ريسيرش، كان يعمل يشتغل اشياء فيزيكس وهيدا. سو انا اللي حاطه على حالي انه ايه انا بدي اكون بمجلس النواب، بس انا كمان بدي اكمل الكارير تبعي، لانه اول شيء انا ما بقدر اعيش على معاش النايب، انا عندي التزامات كثير. انا في 52 عائله برقبتي بدهم يقبضوا معاش كل شهر، كل اخر شهر. بس اكيد كمان بعتقد بالمجال اللي انا فيه وبهالاشياء اللي عم بشتغل عليها، اذا ما بدك تشتغل لحالك وتكون وان مان شو، ما فيكم تتصوروا هيدا البلد هلا لحديت هلا قديش فيه تالنت، قديش في ناس خبراء، ناس بتفهم بالفيلد تبعها، حاطينهم على جنب، ما حدا بيتعاطى معهم، لانه المشاريع والافكار اللي عندهم اياها ما فيك تسرق منها. في شيء عم يهجروا يطبقوها بالخارج. اكزاكتلي اكزاكتلي. ريمون منهم. بقى وانتم منهم، وكل اللي عم يسمعونا بعتقد اليوم اكثريتهم هن برات لبنان. اللي انا حابب اعمله هو انه ولانه نقدر نرجع شويه ثقه انه منكم في اللي منكم يقدروا يرجعوا لهون ويشتغلوا من هون لبرا. مشان هيك هلا كمان عم نشتغل على حلقه على بودكاست ممكن كيف فينا نعمل ابجريد ما بيفهم للانترنت انفراستراكشر تبعنا بلبنان، قديش بدها تكلف، لانه انا اكيد انه في كتير ناس اليوم عايشين بدبي، إذا عندنا إنترنت سريع هون وإنترنت رتب فيهم يجوا يشتغلوا الشغل عم يشتغلوا بدبي، فيهم يشتغلوا من بيروت. وأكيد لأمريكا ولكندا ولأوروبا واللي بدك. سو
كل العملية مبنية انك ترجع تعمل ترد الثقة، وما رح فينا نرد الثقة الا اذا صار عندنا قضاء مستقل. ما رح فينا نقدر نستقطب مستثمر او مستثمرة وحدة تيجي يكون عندها ثقة تحط 10,000 دولار بمشروع بلبنان، اذا ما لنا عارفة انه اذا اي مشكل بيصير وبتروح على المحاكم رح يكون عندها قضاء عادل وقضاء مستقل. كتير كتير سبتيل هيدي القصة، بس ياما في ناس ما بيروحوا عبلاد يستثمروا فيها لانه عارفين انه اي مشكل بيصير مصريتهم بتروح. مزبوط. هلا رح نرجع للسؤال عن استرية القضاء. وشغلة واحدة بعد، برايكم بنقدر نعمل ريستراكشرينج للبانكينج سيكتور تبعنا اللي هو مفلس اليوم؟ ما بدنا نرجع نخلق بنوك جديده ونرجع نعمل نظام مالي جديد؟ كيف فينا نعمله هيدا اذا ما عندنا قضاء مستقل؟ مين 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 بيقول بكره ما رح يرجعوا يعملوا لنا نفس البونزي سكيم بعد 20 او 25 سنه؟ سو اليوم اذا عم ناسس هلا، وانا كثير مبسوط، ام فيري اكسايتد اباوت هيدي البيريد اللي عم نقطع فيها، مع انها كثير صعبه وكثير موجعه وناس عم بتموت وناس عم تتبهدل باللي بدكم اياه، بس في بلد عم يرجع يتاسس. انا هيدا اللي شايفه، ومشان هيك اهم شغلتين انه يكون عندنا قضاء مستقل ويكون عندنا استشفاء هلا، انه ما نخاف نمرض يا خيي، ما نخاف اذا واحد صحت كسر اجره ما بده يفلس او بده يشتغل 3 4 اشهر ما يقدر يعمل شيء تاني بس يدفع فاتوره المستشفى. 100% 100%. طيب بخصوص هلا هيك عم نحكي عن هالمواضيع ونرد الثقه وكل هالمواضيع، في سؤال بضل يرجع بيسالوا لنا اياه كثير بس مش احنا رح نجاوب عليه. بس بيسألوا لك يا إلك، مين إذا فتت على مجلس النواب مين حتنتخب كرئيس مجلس النواب؟ يا خي صرت قايلها مليون مرة، أوكي؟ مين رح انتخب ما بعرف، بس مين ما رح انتخب بعرف. أكيد ما رح انتخب نبيه بري، أكيد. يعني ما بدها سؤال. واليوم يعني اليوم للصراحة كمان صار فيه مثل هيك كلاش شوي، لأنه كنت بديبيت in a public debate، يعني ما رح نسميهم، بس هن كل جماعة هلا عم بيهدوا مراجل على الطرقات يلي هن صوتوا له، يلي هن عملوا ديل معه وصوتوا له، وهلا بتعرف هلا عم منكب شعارات رنانة طنانة إنه نحن أبو ربا وكلها هيك فائق من الذكورية يعني على البيلبورد يعني. واخر شيء لما بده ينعمل الديل بيعملوا الديل. انا هلا عم بقول قدامكم وقلت قدام قبل وبتحمل مسؤولية عم بقوله، ما بعرف مين بدي انتخب رئيس مجلس النواب، بس بعرف على الاكيد مين ما راح انتخب. اكيد ما راح انتخب نبيه. جريت. طب سالنا عن مجلس النواب وعن رئيس الحكومة او رئيسة الحكومة. يا حلوة، يا رئيس حكومة يا رئيسة حكومة، تريبيا. رئيس حكومة، أنا كثير بحبز يجي نواف سلام من الثورة، وبالفيميل بايبلاين إذا ما أنتك مين نقدر أنا مين بشوفه بيكون كثير منيح كرئيسة وزارة، في مرة اسمها رولا عجوز. أنا اختبرتها ببلدية بيروت، كانت ببلدية بيروت، حدا كتير شغيل وكتير هيدا وإدمية. إذا بيصير لها مجال أنا أكيد بسميها. بالنهاية في كتير ناس بيسوا أكتر من الموجودين هلا. ليكو ما فيكم تتصوروا مع كل الهجرة ومع كل شيء صار، ما فيكم تتصوروا هيدا البلد قديه بعد فيه تلون، ما فيكم تتصور. سألنا عن رئيس المجلس النواب وعن رئيس الحكومة، بتعرف مين جاي بتقلت واحد، مين حترشح لرئاسة الجمهورية؟ مين بيمثلك كرئيس جمهورية بكرة؟ مين بدك يمثلك كرئيس جمهورية؟ ولا واحد، يعني مثل تنعطف على خبرية مجلس النواب ونبيه بري، ولا واحد من هولي يلي هني هلأ طرحين حالي. أوكي؟ وأنا مني وعلي إذا قدرنا نعمل
I want to introduce a new system. أول شيء يبطل رئيس الجمهورية بينتخبه مجلس النواب. يصير رئيس الجمهورية ينتخبه الشعب مباشرة. ونعمل مداورة بين الرئاسات الثلاثة. يعني انتم بتعرفوا انه بالقانون وبالدستور وبالنص ما في نص بيقول انه رئيس الجمهورية لازم يكون مرونه ورئيس مجلس النواب لازم يكون شيعي ورئيس الوزراء لازم يكون سني. اوكي هيدا عرف. اوكي انا اللي كتير بحب شوفه كسيستم نعيش فيه بكرة انه مننزل المندا من 6 سنين لـ4 سنين وفي يترشح مرتين ومنداوي مرة الرئيس مسيحي مرة رئيس المجلس النواب مسيحي مرة رئيس الحكومة مسيحي. وقت يكون رئيس المجلس النواب مثلا مسيحي بيكون رئيس الوزراء شيعي بيكون رئيس الجمهورية سني. ايه ساتور ليش لا لحديث ما نغير السيستم كليا ونبطل بالطائفية. يعني هيدا السيستم ما بقى يتغير. هيدا السيستم هيدا مثل بتتذكروا مسرحية زياد الرحباني بالنسبة لبكرة شو قال لها هيدي خيفيات 1500 مخروطة شي 11 مرة خلص ما بتتصلح. هيدي بتروح سكراب. هيدا السيستم نحن اليوم عايشين اليوم أزمة إنه السيستم مات جماعته مش عم يقبلوا يدفنوه خلص ما فيك تصلح ما في شيء يتصلح. بدك ترجع تخترع كل شيء بدك ترجع تعمل يلي منكم بيشتغلوا مانجمنت شويه كان في تيرم يعلموه بالتسعينات اسمه ري انجينيرينج. في كتاب كثير مشهور اسمه ري انجينيرينج ذا كوربوريشن كيف اجوا قالوا خيو عملتها شركه فورد وقتها بامريكا they scrapped everything. اجوا يقولوا خي ليش انا كل ما بدي اعمل بروسس بياخد معي 45 يوم لاعمله. صاروا لحقوا كل شغله بشغلتها. انا اليوم بدي اعرف ليش اذا بدي اروح اجيب اخراج ايد بدي اروح مشوار مثل لوين وبوصل لعنده بقول لي اطلع عند هيدا جيب لي ما بعرف شو نزال عند هونيك جيب لي طابق روح هيك بتصير انت قاعد عم تضيع وقت. اول شيء انا اللي كثير كمان حابب نعمله يصير عندنا خي ما زالوا باسبوريتنا صاروا بايومتريك تصير الاي دي تبعنا بايومتريك وبتصير وين ما بتروح لا بدك تجيب ورقه من المختار ولا تروح مدري وين وكذا they take your ID and they read it. وهون بنكون فتنا كمان بموضوع اي جوفرمنت واي مانجمنت واي كل شيء وخلصنا بقى. عيب عيب اذا ما بعرف اذا حدا منكم راح على شي دايره نفوس مؤخرا يعني وشاف هالدفاتر يعني من ايام السلطان سليم الاول يعني هذا اللي احتل فات احتل هو حرر كونستانتينوبل يعني كان جايبين معه هول الدفاتر يعني بعدنا نحن بنستعملهم يعني عيب للاسف. ايه مزبوط. طيب خلينا نحكي شوي اكثر بالسياسه نحكي عن موضوع السلاح. بتعرف اليوم في شرخ عمودي بالبلد حول السلاح الغير الشرعي وخصيصا سلاح حزب الله. انتو كليحة الوطني كيف بتقاربوا الموضوع وكيف حتواجهوا هيدا السلاح بعد 15 ايار؟ اوكي خلينا نقول نتعلم من المواجهات اللي صارت قبل مع هيدا السلاح انه ما حدا له مصلحة انه هيدا السلاح يتواجه بالسلاح. مزبوط بتوافقوني؟ بيوصل للدمار. يعني عم تحكي انه مش سيناريو الحرب. ما يعني حي الله واحد اليوم بيطلع بهد مراجل انه انا بدي كسر لك راسك وانا بدي اطلع وانا بدي انزل. هيدا عم بيحكي حكي عم بيبيع الناس حكي. اوكي؟ هيدا ما بيودي لمحل. واحد. تاني شغلة اللي انا كمان ما بحبها، ما بحب انه نستنجد بالخارج تا نستقوي على اللبناني. هيدا الموديل كمان عرفني. اوكي وما بيودي لا ما بيودي لا محل. انا بدي اقول لكم شيء، انا يمكن شويه كعمر انا اكبر منكم بشي جينيريشن. انا لما انا كنت تين ايجر انا عايشت الفائق القوه المسيحي كتائب قوات لبنانيه بين 1979 1989 كانوا أقوى جروب مسلح
وكان عندهم تقريبا شبه دوله لهم. اوكي، وين صار؟ من بعد فائق القوه المسيحي، لما خلصت الحرب اجينا الفائق القوه السني، مزبوط يا ام لا؟ هذا اللي جابه رفيق الحريري، كانوا الطائفه السنيه هن الاقوى. واذا بتتذكروا يعني من بعد ما بلش افول الحريريه صار ينحكى بالاحباط السني. انا بتذكر لما كانوا عم يحكوا ب 92 بانتخابات 92 النيابيه انه في احباط مسيحي. طيب اليوم نحن هول الفائق القوه وين اني والاحباطين صاروا، نحن اليوم عايشين فائق قوة شيعي. وإذا بدنا نرجع على التاريخ يلي منه كتير بعيد، معروف هيدا الفائق القوة شو مصير. ليش عم بقول هيك؟ ما تنسوا أنا عشت بجنوب، وأنا عندي كتير أصحاب بجنوب، عندي كتير أصحاب بالضاحية، وأنا ما عم بحكي من 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 من, من منطلق تحدي. أنا عم بحكي هول ناس أنا وياهم عاملين ديبيتس، بنحكي الأمور لبعضنا مثل ما واحد بيتخانق مع مرته. ها بس وقت تتخانق مع مرتك انت بتعرف انه مرتك بتحبك وانت بتحبها، بس في خناق، في مشكل، واللي بيحبوا بعضهم دائما بيعملوا مشكل، واخر شيء بيجوا بيقولوا بدنا نلاقي حل. المشكل اللي انا كان عندي اياه كنت دائما اقوله بلش من بعد حرب 2006. من بعد حرب 2006 وانا كنت عم بشتغل بجنوب وكان عندي مشروع وانضرب بجنوب، لما رجعنا نعمر المشروع ونحكي، نقعد نحكي، كنت نايم تحت انا وضلني تحت، كنت اقول لهم هالمره ربحنا معركه بالباروده، معركه ربحناها بالباروده، اذا بعدنا مش نصين يمكن بعد بنربح الباروده بعد بتربحنا معركه ثانيه، بس اوعكم تفتكروا انه منقدر نربح الحرب بالباروده. الحرب ما بحياتها حرب انربحت بالبارودة، دايما الحرب بتنربح بالاقتصاد وبالبرينز دايما. بليز روحوا شوفوا بالتاريخ، ما في ولا بلد مفلس ربح حرب ابدا. واليوم انا برأيي نحن اليوم البارودة كبرو اكتيف ويبن صارت اوبسوليت، هلا قاعدين معنا بوريد. اوكي، البلد عنده بوريد، في جهه من البلد اللي هي اسينشال كومبوننت من البلد مع سلاح. هل هالسلاح قدر يجيب الكهرباء؟ هل هالسلاح قدر يجيب لنا مازوت؟ كلنا شفنا خبريه المازوت الايراني فياسكو ولا لا؟ هل هذا السلاح قدر يزيد انتاجنا الزراعي؟ قدر يكفينا أمن غذائي؟ إذا حدا منكم جاوب إيه بينه وبين حاله، بحب لكم إنه الليرة بخير. إذا هوليك مقتنعين هيك، تعيش لكم إنه الليرة بخير. فإذا اليوم هيدا السلاح المجابهة تبعه رح بتكون بالاقتصاد. وحزب الله عاري إنه حرب الاقتصاد ما بيقدر يربحها لحاله. بيعرف وبيعرف انه ما بيقدر يربحها الا معنا كلنا، الا ما نكون كلنا، نحن كلنا كل واحد جايب اكبر مخوخ عنده وانضف مخوخ عنده. انتبهوا، في عندنا مخوخ بلبنان مجوي، مخوخ بس مجويين، نحن اليوم عايشين الجي تبعه. بس بيعرفوا انه تنظهر كلنا سوا من هالملغوصه، اوكي، انضف روس واكبر روس مفكره ونظيفه هي بتشيلنا من هيدا المأزق اللي نحن فيه. هي اللي بدها ترجع تعمل عمله جديده، هي اللي بدها ترجع تعمل سيكتور بنكاري جديد، هي اللي بدها تعمل نهوض اقتصادي، هي اللي بدها تعمل صناعه، هي بدها تعمل زراعه مودرن. البارودة ما بتعملهم هول، هيدي بليز فهموها، هيدي العمليه اون فوا بور توت. وهن عارفين، قلت لكم اللي بيفلس ما بيقدر يحارب، المفلس ما بيقدر يحارب، ويلي مصرياته من برا
قد ما يكونوا اللي برا معه بيحبوه واللي بده شيء، اللي برا مشغول بناسه كمان وعنده مشاكله الداخليه، ما حدا بقى يراهن على برا. معك اوكي؟ 100%. هلا تقول لي كيف انا عم بعطيك هلا لي جران تيتر؟ هذا كان سؤال. انا مني وعلي كيف انا بدي اقول له لهيدا اللي قاعد قدامي وحامل باروده ومنقز مني كلبناني، انا بدي اقول له خيي بارودتك مش مخوفتني، وانا مش ناطرك لتوطي الباروده تقطعنك بظهرك. انا عندي مشروع اقتصادي لدوله مدنيه. على فكره ليكو هاي الدوله المدنيه كثير هلا عم يحكوا فيها كذا، كل عمره ما في ولا دستور من دساتير لبنان من 1926 لهلا الا ما بتكون دوله مدنيه. والدوله المدنيه هي اللي بتعترف بالطوائف، هي اللي بتحدد مين الطوائف ومين رئيسها. فاذا نحن دائما كنا دوله مدنيه. شو انا اليوم اللي عم بقوله لهالانترلوكيتور اللي هو شريكي بالوطن اللي هو مسلح هلا، انه انا خيي مش ناطرك تتوطي الباروده تاجي قطعنك، انا بدي ابني جسور ثقه بيني وبينك. اوكي؟ وهيدي الباروده بدنا نحطها باطارها القانوني. نحن واحد من البروجرامات اللي كمان عم نشتغل عليها، الجيش اللي عندنا ايه، نحن هل ضروري يكون عندنا جيش من 60 70 الف 75 الف واحد، ولا انا بعمل جيش 25 الف 30 الف مدربين عندهم اكويبمنت بيقدروا بقوه ضاربه وين ما بدي ابعتهم بيقدروا يدافعوا عن البلد ويكون عندهم سلاح جوي وعندهم سلاح دفاع وعندهم كل شيء. اوكي؟ موضوع السلاح لازم يكون بايد الجيش. بس اليوم الجيش تبعنا تعبان. الجيش تبعنا مفلس. انتم بتعرفوا انه الجيش تبعنا ما عم ياكل لحمه؟ 100%. سمعتوا كل هذه القصه. هو اليوم they stopped serving meat for the army. وقفوا. طيب اليوم عم نحكي بالمشروع انه بدنا نرجع نخترع كل شيء من اول وجديد، القوى المسلحه لازم نرجع نخترعها من اول وجديد ونشرك هالسلاح يكون ضمن استراتيجيه دفاعيه كمان، هيدي تيرم اذا بدكم مبتذل صار. بس اليوم ما فيني اترك انا السلاح اذا واحد نجح ابنه بالتروزيام يطلع يبلش يقوس على البلكون يموت ثلاثه اربعه بالحي. يعني ما هذا اللي بدنا نقوله، انه اليوم اذا بدك تبني اقتصاد بدك تجذب استثمارات خارجيه، بدك تجيب مستثمرين لبنانيين بالخارج عم يستثمروا اموالهم بالخارج يجوا يحطوا مصريتهم بلبنان ويشتغلوا فيها. بس لتقدر تعمل هذا الشيء المرحله الاولى انك تامن استقرار بالبلد، وبوجود سلاح ما فيها الدوله تعمل، ما فيها تعمل كنترول عليه، ما فيها تسيطر عليه، ما رح تقدر تبني اي اقتصاد. وهذا الشيء معروف، هذا الشيء معروف من حزب الله. بالنسبة لك إذا فتنا بهالدوامة، أيها الأولوية، الاقتصاد أو السلاح؟ دوامة شو؟ يعني بدك سلاح، بدك تشيل السلاح تقدر تبني اقتصاد، ومثل ما كنت عم تحكي إنه بالاقتصاد فيك تواجه سلاح. بالنسبة لك بين هدول اثنين، أيها الأولوية؟ لحظة، برأيك أي الأضعف اليوم؟ بلشنا الحديث إنه ما في واحد مفلس يربح حرب. اهي 100%. نحن عم نفلق كلنا ليكو. انتم مفتكرين انه الضاحيه هلا يعني عايشين بنعيم، يعني انه عندهم كهرباء 24 وعندهم البنزين تبعهم قتلت شو بندفع نحن بنزين، وما عندهم موتورات وما عندهم شيء؟ كلنا نحن بنفس الهواء ومحكومين من مفاد جامعاتهم. اليوم العامل الاقتصادي رح يجبرك انه هو يكون الأولوية 100%. يا خيي بدك تاكل، انت قديش فيك تصوم يا خيي؟ ثلاث ايام اربع ايام بدك تجوع. واخر شيء اليوم من حسنات الازمه
انه اليوم بلشنا كلها بلبنان هلا كل شيء كان في شرك تستورد لانه كانت ليرتنا قويه وما بعرف شو وكذا، اليوم كله صار اذا اللي بعد معه مصاري وقدر يوصل على مصرياته نقل صار عم يعمل صناعه، صناعه محليه. بدك تاكل يا اخي، بدك تاكل، امنك الغذائي، عقل الميليشيا وصلك انه بامنك الغذائي تكون مهدد. عال هيك عم نحكي عن الاقتصاد وكيف انهار. انتو كلائحه وطني وانت كزياد كيف راح تواجهوا الازمه الاقتصاديه؟ موقفكم عن الكابيتال كنترول، تدقيق جنائي، كيف راح تواجهوا السياسات شو اسمه رياض سلامه والمصارف هالاشياء كلها؟ ليك عملنا حلقه بممكن فظيعه على الكابيتال كنترول وعلى التعافي الاقتصادي. وبرجع بقول وبكرر، ما رح فينا نعمل لا كابيتال كنترول عادل ولا تعافي اقتصادي منيح الا ما يكون عندنا قضاء مستقل. مشان هيك اذا فتنا كتله على المجلس، وانا بتوقع انه رح تكون كتله حرزانه، المودور تبع كل يوم وكل جلسه وكل شيء نمرق القانون الاقتراح يلي عملته المفكرة القانونية على استقلالية القضاء، لأنه بس هيدا يمرق شو ما بدك، إذا هيدا ما مرق عم نرجع نعمل على الرمل وعم نأسس لمشكل بده يجي بعد اكشلي ما رح يطول 20 سنة، عم نعمل على الرمل وما رح نقوم من هال الساب الموفاي اللي نحن عايشين فيه ورح نضل نغرق. اوعكم تفكروا ليك فيها المعارضه تخسر، كل المعارضين فيهم يخسروا، فيهم ترجع تجيب المنظومه 128 نايب. برايكم ب 16 ايار شو راح يصير؟ اي بلد بالعالم راح يعطينا ليره تنقدر نتحرك؟ اي مستثمر راح يجي يحط ليره؟ راح نرجع نكون بنفس الجوره الصحيه اللي نحن فيها هلا وعم نغرق بقلبها وميتين من ريحتها، وهن ما بيعرفوا ما بيقدروا ما بيقدروا. مشكلتك مع العقلية الميليشياوية، إجا قعد معك تياكل وأكل كل شيء ما خليك تمد إيدك على لقمة، وخلصوا الأكلات وهلأ قاعد ناطرك هو وجوعان وإنت الوحيد اللي قادر تخلق أكل. هاي إذا بدك البارودي إذا بدك نحكي أو الانالوجي، عارفين انه هن ما قادرين يعملوا نهوض اقتصادي لانه ما حدا عنده ثقه فيهم. يعني الاولويه هي العداله بالنسبه لك، القضاء المستقل. القضاء المستقل. طب مارك ليش؟ لانه الناس بيسالوني انه اف شو جاب لجاب ولو القضاء. القضاء المستقل هو رح يعمل لك كابيتال كنترول حسب القانون، هو اللي رح يعمل لك استعادة أموال المودعين، هو رح يعمل لك خي. اليوم انتو عرفتوا انه شفتوا انه الـ IMF قدي رح يعطونا؟ قالوا 3 مليار. فهيك اذا عملنا كل اللي عملنا ما بعرف شو، خي 3 مليار ما بيكفونا شيء. اليوم عندك صار كل بلاد اوروبا عملت قوانين على ناس اسمهم باب politically exposed person. مظبوط. اوكي، شالوا كل ال اصلا برا ما في سريه مصرفيه، بس اجوا شافوا يوم ليش رياض سلامه خمس ست بلاد فاتحين معه تحقيقات؟ لانه هيز politically exposed person وعم بيحرك حسابات بهول البلاد بطريقه مشبوهه، عم بيجي عليها مصاري بكميات انه هول الجماعه صاروا مفتحين العيون عليه لهذا الحساب. اليوم نحن بدنا نعمل نفس الشيء بكل البوليتيكلي اكسبوز بيرسونز يلي حكموا من 30 سنه لهلا. في مصاري للبنانيه، خيي في مصاري لبنان. نحن ما اجينا مساعدات بريز واحد بريز اثنين بريز ثلاثه، ها ما اجونا هول المصاري لنعمل مشاريع فيهم وكذا، هول كل المصاري انسرقت. اوكي. طب زياد انا نعرف مين سرقهم وين اني. طب زياد ما كنا نحكي في وقت الثوره وكذا، ما كنا نعمل حلقات نقاش وكذا، كان يجي ناس من سفارات اوروبيه يقعدوا معنا ويقولوا انه انتم
بكره اذا كنتوا كبلد استلمتوا السلطه، اذا انتوا بتجوا بتطالبوا انه بتطالبوا بلدنا قولوا لنا مين، اعطونا لستة اسامي بوليتيكلي اكسبوز بيرسونز، نحن بنزودكم بحساباته. مزبوط، هو نحن عملنا بالخارج طلبنا هالاشياء وطلبنا من القضاء بالخارج يعملوا اشياء هيك، بس عايزين بالنهايه ما لنا صفه، ما لنا صفه، مارك ما لنا صفه، ما لنا صفه قانونيه نطلب 100%، ما لنا صفه. بينما اذا انت كنت ممثل للشعب عندك صفه رسميه اوكي فيك تطلبها هالشيء. مزبوط 100%، هي طلبوا هيك اشياء. بعدين ما تنسوا انه نحن اليوم بوضع خاص كبلد، يعني اليوم هن مجبورين يزودونا بهي المعلومات، نحن اليوم 80% من شعبنا فقير، نحن اليوم نازلين بالجوره 100 مليار دولار. دوك انت لو عم تروح تطالب بحق الشعب، كل هالبلدان هيدي هي مجبوره انها تعطيك الحسابات تبع البوليتيكلي اكسبوز بيرسونز. بس هيدي بده قرار كبير، بده اجماع، وبده ناس عندها شجاعه، بده ناس ما تعمل ديل تحت الطاوله. طب شو هي خارطة الطريق حتى تحقق استقلالية القضاء؟ خيي الحلو فيها هيدا 90% من الشغل معمول، عملته المفكرة القانونية، وأنا عمل أول حلقة عملتها من ممكن هي عن الاقتراح تبع قانون استقلالية القضاء. هول الجماعة عملوا مشروع بجنن، وهلأ المشروع راح، يعني راح على مجلس النواب، اجتمعوا كلهم على فكره، هيدي لسه بتعرفوها هاي الخبريه. الاقتراح القانون راح على مجلس النواب. بمجلس النواب بيحولوه على لجنه اسمها لجنه الاداره والعدل. بلجنه الاداره والعدل كل الاحزاب المنظومه ممثله بهيدي اللجنه، كلهم. القوات والعونيه والمستقبل وحركه امل وحزب الله. والقومية وبعد فيه يمكن حدا تاني، بس كل الكبار موجودين، كل الأحزاب لهذا موجودين. نقعوا للاقتراح 3 سنين و3 أشهر منقوع، وما حطوا على جدول الأعمال إلا من بعد ما نزلنا على الشارع ب 17 تشرين، لما انضغط عليه لجورج عدوان لأنه هو رئيس اللجنة، حطوا على جدول اللجنة وبلشوا يناقشوه، وراحوا قعدوا ورجعوا من بعد 17 تشرين، قعدوا لهم شي سنه ونص سنتين تيرجعوا لنا باقتراح سحبوا كل الهبره اذا بدك منه للاقتراح، ما خلوا لك شيء، ردوا لك اياه اعدام انه روحوا بلطوا البحر. بعتوه على المجلس، على الهيئه العامه بالمجلس، ما مرق، ومنيح انه ما مرق. تطلع وهون في كريدي لماري كلود نجم اللي هي كانت وزيرة العدل، وهي كانت بتمثل التيار الوطني الحر. بتبعته على إيطاليا في كوميسيون اسمها كوميسيون دو فينيس، هيدا جسم قضائي عالمي بيطلع بيدرس النصوص وبيقارن مع شو بيصير بغير بلدان بالعالم. وحديت هلأ الكوميسيون دو فينيس هلأ لبلشت تدرس الاقتراح يلي بيعته لبنان، لأنه رجع أكد لما طارت الحكومة يلي كانت فيها ماري كلود نجم، وإجا هلأ هاري خوري يلي هو كمان من التيار الوطني الحر، كمان هو رجع جدد إنه نحن بدنا إياك يا كوميسيون دو فينيس تطلعي على هذا الاقتراح وتعطينا رأيك القانوني. دونك إذا نحن وصلنا على مجلس النواب هلأ وصار فيه نواب معارضين، اول شغله بدنا نقول خي اعطونا شو قالت كوميسيون دو فينيس. اذا قالت كوميسيون دو فينيس انه هيدا المقترح هو ان لاين مع شو بيصير بكل بلاد العالم من ناحيه القضاء، انا برايي ما لازم نعمل شيء بمجلس النواب الا ندق يومك 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 تيمرق وهيدا الاقتراح يصير قانون، ونعمل مجلس قضاء جديد مستقل، ومن هونيك ورايح خد على شكل. طيب بما انه عم تحكي كمان عن الشغل بالقضاء بدنا نحكي شوي عن العداله. انتو كيف حت
تشتغلوا حتى تحققوا العدالة بالنسبة لأهالي انفجار المرفأ؟ طارق البيطار لازم نعطيه كل الوسائل انه يستكمل التحقيق. هلا هول الجماعه واضح انه عم بيخبوا شيء، والا مش هيك بس تعرفوا انه غازيز عايتر ويوسف فينيانوس بيعطين 11 دعوه كافيه 11، وهلا بعده وحده 12 ثاقبت انه المحكمه يلي بدها تنظر فيها، القاضي يلي هو بينظر بهيدي المحكمه راح تقاعد، وقعدت المنظومه كلها على رواق. هلا ما سموا، ما عملوا تعيينات قضائيه، لانه لو بيعملوا تعيينات قضائيه بيجي قاضي عليها هيدي المحكمه، وشو راح يعمل؟ راح يعمل نفس الشيء يلي 11 قضية من قبل، 11 طلب كف اليد، رح يروح يقول له ما لك حق تكف له يد. بس شو عملوا هلا؟ عم يعملوا قصدا، وقفوا لطارق البيطار عن شو. يعني ما عنده نازلين عن النيابة، في منهم متهمين ونازلين عن النيابة. ايه رجعوا رشحون اكيد اكيد 100%. بس يعني هو ما في عنده حد معين بالنسبة ل قضايا سوري الدعاوى كف اليد انه لا. هلا شو عملوا؟ هلا اهالي الضحايا، المحامين تبع اهالي الضحايا رفعوا عليهم دعوى مضاده انه انتم عم تتعسفوا، انه انت قاعد عم تضيع وقت المحكمه. هلا كل ما داعي الكوز بالجره تبعد بتقول له كف له يد وبتخلق لي حجه. يعني فتنا هون بانجروناج، بعدين هيدا بكره القانونيين يعني لازم يلاقوا له طريقه، لانه هيدي سابقه كثير خطيره، انه كل ما بدك هيدا. بس ليش صايره هيدي؟ لانه يعني انتم بتعرفوا انه المجلس العدلي هو تقريبا القاضي الوحيد يلي ما حدا بيقدر من السياسيين يضغط عليه، ما بيقدر يقولوا له ضب الملف، ما بيقدروا. يعني المجلس العدلي هو ما بيحولوا عليه الا الجرائم الكبيره، يعني something really out of the ordinary. يعني بقى هيدا التحقيق لازم يستكمل، ما لانه اذا هربوا من هيدا التحقيق يا شباب، يعني نحن عم نأسس لسابقه كثير خطيره، بكره بعد 10 سنين 15 سنه بيرجع بيجي بيطلع لك نفس السيناريو ونفس المشكل، وبنكون عرضنا الناس للخطر، ودائما رح يلاقوا لهم طريقه انهم يهربوا من العقاب. بتحلل لهم يعني يستباح لهم يعملوا ما يريدون يعني. خلص. وانت خلص. ما فيك تدقر فيهم. مشان هيك كمان اليوم عن جد اهميه كبيره. نفس الخطوره بالكابيتال كنترول. لانه اذا عملوا كابيتال كنترول على اللبناني هيك بلوتيكا من تحت الطاوله وما بعرف شو، بكره وحياتكم مثل ما شايفكم وشايفيني، بيعملوا سيستم بنكير وما بعرف شو، بكره بعد 10 سنين بيجيك واحد بيعمل بونزي سكيم وما بعرف شو وبيمسحها بدقنا كلنا. مشان هيك اليوم لازم تنعمل الامور مزبوط لحتى ما نخلق سوابق بقى. اهم شيء الناس تشارك بهالمحاسبه، تشارك بهالحساب هيدا، لانه كمان هون دورنا نحن كنواب، اذا صرنا نواب، لانه نحن جماعه كنا بالشارع، نحن جماعه على الارض. اليوم خلي نايب من هيدي المنظومه عم نشوفه اليوم ساندويتش فلافل ما بقى يسترجوا يطلعوا يشتروا هن، ما هيك؟ ليش؟ لانه الناس ضدهم، انه الناس عارفين انه الناس رح تاذيهم. نزل هيدا وزير الاقتصاد قال بده يكشف على سوق الخضره. شفتوا الصور؟ بتفكروا رايح يحتل كييف ماشي على السلم جد يعني فيلم خيالي. اليوم نحن اذا قدرنا نفوت على مجلس النواب وكذا، اوعكم تفتكروا رح نقدر نعمل شيء اذا ما كان الضغط الشعبي معنا. والضغط الشعبي اللي يكون معك بدك تكون قريب من الناس، والناس عندها ثقه فيك، والناس عارفه انك انت منك فايته تسرقها، ومنك فايته تكذب عليها، انت عم تحكيها الصراحه مثل ما هي، مثل ما عم تشوف الامور. مشان هيك بدي اقول لكم شغله بارانتيز كمان على موضوع الصراحه وشو بينحكى جوا وشو بينحكى برا.
اليوم بمجلس النواب وانا تواصلت معه لهيدا السبلاير يلي ركب هيدا. في عندنا الكترونيك بورد، عندنا الكترونيك بورد جوا مثل ما خبروني، لان انا ما شفت لانه هو اللي خبرني، عرضه 20 متر ليد سكرين، عرضه 20 متر راكبه جوا بقلب المجلس. كل نايب على هيدا البورد شو بيصوت على اي قانون، هيدا فيها ترانسكرايبر speech recognition speech to text بالعربي. اذا انا طلعت وقلت مرحبا انا ضد هيدا القانون، هي ترانسكرايبس زياد ابي شاكر قال مرحبا انا ضد، صارت تعمل لك minutes of meeting automatic. شو طلع ببلوتيكا نبيه بري علي هيدا؟ بدك تعديل دستوري تتمشي الالكترونيك بورد والالكترونيك فوتينج. ليش؟ قالوا انه بدك تعد باليد، انه بتاخد برفق اليد. طيب هي هيدا عم تحكيك من 30 سنة، انا من التسعينات. طيب اوكي، شو رح يأثر اليوم انا اذا كنت عم بعمل شيء ميثودنيك اكتر ونظيف واكوريت؟ هيدا ما بده تعديل دستوري، ولو تعديل الدستوري يعني اذا في خلاف كبير بين مكونات الوطن بيجوا بيعدوا وبيصوتوا بالتلتين. بس هيدا ماشي، انت عم تعمل ابجريد هون، انت عم تعمل ابجريد، بدل ما اقعد عد انا وايد على ورقه صار عندي وركبوه. طب ليش تركبوه يا خي؟ ليش تركبوه اذا بده تعديل دستوري؟ اعملوا تعديل الدستوري ووافقوا عليه، بعدها روحوا اشتروا. كلف شي 900,000 دولار. بس ما هو حلو تزين شوي مجلس النواب باشياء. طيب خلينا نحكي شوي عن التشريعات والقوانين، لانه كنت عم تحكي عن تصويت على القوانين. بدي اعرف شوي عن خططكم، تشريعاتكم، الامور اللي حتسعوا فيها بمجال حمايه المراه والمثليين والعمال الاجانب، حتى يكون في يعني بهدف تحقيق المساواة الاجتماعية. منبلش أربور، رح يكون عندنا حلقة بممكن عن موضوع الكفالة والعمال الأجانب، أوكي؟ وكمان هيدا بدنا ندخل عليه البطاقة الذكية the biometric card، أوكي؟ الكفالة لازم تلتغى، هيدا نوع من الإسكلافاج المودرن. اوكي اليوم انا مني وعلي بما انه بدي اعمل نهوض اقتصادي، اوكي اكيد بدي اعيز عمال، مع انه انا كتير بحبس انه نرفع الحد الادنى بطريقه انه ليش دخلك اللبناني ما بيشتغل بترومبا؟ انا لما كنت بالجامعه كنت اشتغل ويتر، كنت اشتغل بلايبراري، كنت اشتغل وير هاوس كيبر، اوكي مش عيب لانه كنت عم طلع مصروفي. بس انا اليوم اذا بدي اروح لبنان بدي اشغل على ترومبا تيدفع لي مليونين ليره، برجع على موضوع الاستشفاء، اذا زحطت على ترومبا على شويه زيت وفكشت ايدي او كسرتها، كم مليون ليره بدي انا بس هيدا بدي اشتغل 8 اشهر بالترومبا تقدر جبر ايدي مثلا؟ اوكي دونك موضوع العمال الاجنبيه انا برايي رح بيكون في له وقع اقتصادي، بدنا نشوف قديش عايزين عمال اجانب واي نوع من العمال الاجانب اللي عايزين، اوكي؟ بس اكيد لا كفاله ولا شيء، مثلنا ليكو نحن لبنانيه يا خيي، نحن موجودين بكل بلاد العالم، نحن كمان عانينا من 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 من, من ريسيزم بخصوصنا، لا؟ لا نحن بدنا نعامل الناس بالطريقه اللي نحن ما حبينا انه نحن نتعامل، ما فينا نروح نعامل الناس بطريقه نحن ما حبينا كيف عملونا فيها. هيدي واحد. ثاني حقوق المثليين، خيي اون فوا بور توت خلينا نفهم هيدا، لانه انا ام ساينس جاي، اورايت؟ هوموسيكشواليتي از افيلبل ان اول نيتشر، بالعالم الحيواني وبالعالم النباتي وبالعالم الانساني. This is how nature works. اورايت؟ فاذا لحقوق الإنسان هي بتشمل كل هالجروبات هول، دكور؟ على فكرة كمان شغلة تعلمتها لما كنت بأمريكا، السكان الأصليين تبع أمريكا يلي الأمريكان بيسموهم هنود الحمر، بس هن هول هن السكان الأصليين،
كانوا يعترفوا ب 5 types of gender. خمسة. اوكي؟ دونك هون خلص حقوق الإنسان، حقوق الإنسان تطبق على الكل. حقوق المرأة، حقوق المرأة من حقوق الإنسان كمان تطبق عليها. وموضوع مجلس النواب والكوتا. اوكي؟ الكوتا 30% غلط. غلط. مين قال 30%؟ كيف حدا يفرجين الإكواسيون يلي اعتمدوها تيقولوا انه النسوان بيطلع لهم 30% ريبريزنتاسيون بالمجلس. خي هيدا المجلس هو ميرر عن هيدا المجتمع. مزبوط يا ام لا؟ ما هيك؟ ما بدنا نعمل مجلس نواب بيشبهنا، بيشبه المجتمع، هيدا المجلس هلا ما بيشبهنا. هيدا مجلس ميليشيات. اوكي؟ عاد اليوم اذا هذا المجلس بده يشبه المجتمع بدي ايش اشوف؟ انا عندي ايكواسيون كتير بسيطه وكتير هينه. انا اليوم عندي لوائح الشطب تبع الناخبين، وهول اللوائح الشطب مقسومين ذكور واناث. باخذ عدد الاناث على عدد كل اللي مسجلين بلوائح الشطب وباخذ برسنتاج. إذا 30% خيي على راسي 30% في 30% من المجلس يكونوا نسوان، إذا 40% بده يكونوا 40%، وإذا 50% بده يكونوا 50%. سوري لأنه يعني بالأرقام، بالأرقام زياد بالنسبة ل 2018 عدد الناخبات المسجلات كانوا 50.8%، عدد الذكور 49.2. بالتمثيل النيابة كان في 122 ذكر، 6 إناث فقط، يعني عم نحكي ب 4% من المجلس. ما بعرف إذا المجتمع تبعنا بعد بيصمد على 4% من النساء. يعني معيب، معيب، معيب. بس كمان برجع بقول لك فكر الميليشيا، الميليشيا ما بتعرف تعطي، الميليشيا بس بتاخد. اوكي قبل ما اقطع على جسد. وبتذكر ليك معلش كمان خلينا نحكي، بتذكر بتذكر لما كانوا عم بيناقشوا مع ماري كلود نجم شو كانوا عم بيحكوا هول النواب باي طريقه؟ ما بعرف اذا يمكن ما كتير ناس حضروها بس شيء معيب. ليك انا أنا 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 لو خيي لماري كلود نجم أو أنا جوزة لماري كلود نجم، أنا ما بخلي واحد منهم هولي إلا ما برفع عليه دعوة قدح وزم وذكورية يعني. واحد منهم هيدا المرت اللي اسمه إلي فرزلي. ما هو ما هو يعني أصعب. شو بقول الإناء ينضح بما فيه يعني. الله يعني الجاي شو بدأ يطلع منه؟ عسل. 100%. بس بالفعل بالفعل بتستحي، بتستحي انت وعم تحضر بتستحي انه في هالنوعية من البشر هي بمجلس نوابك. تستحي. هو الممثلين عن الشعب، ممثلين عن شيء. هلا قبل ما هم مش ممثلين. انتبهوا انتبهوا، وانتوا برا انتوا برا ولازم تفتحوا عيونكم على شغلة. هول مش ممثلين لانه هول الانتخابات كان دائما يلعب فيها، كان دائما القوانين تتفصل وتتقسم بطريقه عارفين انه نفس الزعران ترجع. واليوم مطلوب منكم انتم اللي بالدياسبورا، اول شيء كل اللي تسجلوا لازم تنتخبوا، انتم بتغيروا المعادله. وهن جنين جنين انه 220 الف منتخب رح يكونوا عم يصوتوا من برا. وانا كثير عدلين هم هالجمعه الفرق بيننا وبينكم شو مصير هالصناديق بعد ما حدا عم بيجاوبني. امبارح اجوا لعندي من الاتحاد الاوروبي المراقبين، اول شغله قلت لهم اياها اللبنانيه اللي برا الاكسباتس الفوت اوف ذا اكسباتس، حدا قال لكم شو الاليه كيف رح نحافظ على سريه الاقتراع؟ وبس يجوا هول الصناديق عم بيقولوا بده يدبون بمصرف لبنان، مين رح يكون العين الساهرة عليهم؟ وخدلك ملا خدلك ملا ايروني دي سور، يعني انه بدنا نروح نجيب
الاصوات تبع المغتربين معنا نضبهم عند رياض سلامه يعني. شيء شيء ليصيروا صناديق بخير كمان مثل الليره. جايين على الموضوع رح نحكي فيه بعد شوي على قصه انتخابات اكثر، بس قبل ما اقطع هذا الجزء في شخص سال بالشات بخصوص المحروقات الايرانيه. هو مزبوط ان احنا بلبنان بيقولوا انه في عنا غاز وبترول بالبحر، بعد لهلا ما شفنا ما شمينا ريحتهم، بس مهم وعايزين محروقات من برا. هلا كيف لبنان فيه هو كلبنان يمشي حاله ويدفع عن حاله اذا بدك باور وايز اذا ما عنده محروقات، وكيف فينا نقطع على مرحله ثانيه بالسستينبل انرجي فور اكزامبل، لانه بنعرف لبنان قد ايه عنده شمس وفي عنا بحر في عنا في مليون شغله فينا نعملهم. لازم تحضروا حلقه امبارح بممكن اللي هلا اليوم نزلناها على اليوتيوب يلي هي خطه الكهرباء. هلا ليكو تما نكذب على بعضنا، نحن عايزين عمله صعبه لانه بدنا نعمل كهرباء. نحن اليوم بننتج انجا، بننتج 1200 ميجا وات اليوم انجا، نحن بعد عايزنا 1800 ميجا وات. اوكي هيدي ما نحلم انه رح ننتجها من الشمس. وانا انفايرمنتال انجينير خيي، وانا اليوم عم بحكيكم من الاستوديو تبعي ببدارو، انا الي سنه ونص قاطش شركه الكهرباء وما عندي اشتراك موتور، انا عايش على الطاقه الشمسيه. واجاني بالشتويه كم يوم انقطعت من الكهرباء لانه غابت الشمس في سبع ثمان ايام فضيوا كل البطاريه. اوكي بس اذا بتحضروا الحلقه وبتشوفوا انه ايه بالخطة الكهرباء نحن بلد 300 نهار من 365 في شمس. وانا حكيت انه عندي فكره انه سطوح بيروت نصهم نعمل فيهم سولار باور جنريشن والنص الثاني نعمل فيرتيكال فارمز. كان في مشروع هيك بالزمانات بس بدمه ما حدا انا ما بحكي عن مشاريع، انا ما بحكي عن مشاريع الا ما اكون عامل ليك انا ريسيرشر. انا جاي من اكاديميك باك جراوند وانا اندستريال انجينير. بالاندستريال انجينيرينج كثير تعجبت لما قالوا لنا انه بدك تعمل معمل سامبل، تعمل معمل سامبل وبعدين بس يمشي كل شيء وتشوف ترجع بتعمل المعمل الكبير. انا الفيرتيكال فارمينج على السطوح خيي عامل ريسيرش بالايو بي مع عماد سعود، زرعنا على سطح البيولوجي ديبارتمنت 2500 خسه كل 40 يوم وعملنا المشروع وعارف عن شو عم نحكي، وسقيناهم من ميه الاي سي. كمان لما نحكي بجريء ما بنكب، نحن ما بنروح بنفتش بالانترنت وبنيجي نقول لازم نعمل هيك وفينا نعمل هيك وكذا، كل شيء عم نعمله مجربينه. طيب قد ايه بنقدر نغطي من طاقه شمسيه لكهرباء لبنان؟ اعطيني برسنتج مش بالارقام. الخطة عم بتقول انه نوصل للماكسيموم تبعنا بالكرنت تكنولوجي ستاتس. ما تنسوا السولر تكنولوجي عم تمشي مثل ما كانوا الكمبيوتر تكنولوجي عم تمشي، ها التشيبس they're making huge leaps. اوكي سو اليوم نحن هاي الخطة بتطرح انه 30% من انتاجنا الكهرباء يصير renewable. وبالرينيوبل في شمس وفي ويند وفي هيدرو الكتريك. كل هول فينا نستعملهم بلبنان ونطلع كهرباء 100%. ليه؟ بسهولة. اذا بس نعمل الشمس. هلا كمان مشكلتك انه عملوا هيدرو، عملوا ويند بعكار، روح شوف وين اني هلا، شوف كيف اختلفوا ببعضهم وشوف كيف بعد العقلية اللي بده ياخد ما بده يعطي هي اللي حاجة. لايك في كمان هون سألوا سؤال منيح. هيك حكينا عن الكهرباء قبل ما نقطع على الجزء الانتخابي. بخصوص المي الدامز حرقوا ديننا اليوم عملنا حلقة المي. اليوم بعد ما لحالا نطلعها على يوتيوب. السدود فاشلة. هيدا الزلمة الخبير اللي كان معنا اليوم قال من دراسات عملها الورلد بانك انه اغنى بلدين بالشرق الاوسط بالماي هن لبنان وتركيا، عندهم ماي اكثر منهم عايزين، ماي جوفيه
مش مي فوق، مي جوفيه. والخطه بتقول انه خيفينا نروي كل البلد اذا عملنا خطه ابار ارطوازيه مزبوطه، عملنا صيانه للشبكه، الينابيع تبعنا احترمناها وحفظنا عليها، عندنا مي. انا فكرتي الشخصيه انا بدي ركب بايب لاين من لبنان ونبيع مي الفايض تبعنا لحيالله حدا من الجيران عايز مي، وكلهم رح يكونوا عايزين مي، كلهم رح يكونوا عايزين مي. في فيديو مسرب لكامالا هاريس، كامالا هاريس هي الفايس بريزيدنت اوف ذا يونايتد ستيتس، بتقول كنا نعمل حروب على البترول، نعمل حروب حروبنا الجايه هي على المي 100%. احنا بلشت عنا من سنين، بس هلا وين ما كان رح يصير في نقص بالمي، انه باوروبا exactly. بلشوا. واذا في حدا منكم او حدا من يلي عم يسمعنا اكسبات عايش بكاليفورنيا بيعرف انه اليوم there is a severe drought بكاليفورنيا، severe drought بكاليفورنيا، واليوم المي هي نعمه من عند الله. نحن ما عم نعرف قيمتها نعمل لها مانجمنت. اكيد لا لا، لو بنعرف قيمتها بنعمل لها مانجمنت. اوكي خلينا نقطع على الجزء الانتخابي شوي اكثر، يعني هون رح نحكي ارقام انتخابيه، لوائح، حواصل، هيك. انتو كلائحه الوطني شو طموحكم تحققوا كنتيجه بالانتخابات ببيروت الاولى؟ رح اقول لك عني انا. اول شيء اليوم كل هول الحكي اللي بيحكوك عن استطلاعات وما بعرف شو وكذا وهذا كله سي سبيكيولاتيف، كله قاعد عم بنظم. واحد، لما جيت اطلعت انا تشوف حظوظي اذا بدي فوت ولا لا، ببيروت الاولى بال 2018 كان في حوالي 140 الف ناخب. مظبوط 140 الف انتخب منهم. قد ايه؟ 33% صوتوا. لا مش عم بحكي بالبورسنتاج، كان في ايه مزبوط معك حق، من ال 100 حوالي ال 140 الف، الرقم مش مزبوط بس قريب من 140 الف، منتخب شي 38 الف. بدك اعطي بالارقام الدقيقه بليز. بالارقام الدقيقه في 2018 كان مسجل 134700 يلي انتخبوا 44700. تريبيا. اوكي يعني عمول بليز هيك سوستراكسيون على السريع 90000، ما هيك 90000 ناخب صامت قعدوا ببيوتهم. ليش قعدوا ببيوتهم؟ قالوا ما حدا بيمثلنا، ما حدا بيمثلنا، مش عجبنا حدا، ما بدنا شيء. عم تحكي بثلثين أنا... الناخبين. ايه هول ثلثين الناخبين تريبيا. انا قررت انزل على الانتخابات. اوكي وانتم بتعرفوا انا ضد مين نازل. على هيك السؤال الثاني. اوكي انا نازل ضد نديم جمي. اليوم على فكرة شاب كتير حبوب، يعني أنا تعرفت عليه مرة وقتا كنا عم نعمل أدفوكاسي مع النواب ضد محرقة الزبالة ببيروت. كان كتير لذيذ وهيز جنتلمان وحبوب كتير، وهيك صار في رابور بيني وبينه كتير لذيذ، يعني مع أنه ما عدنا شفنا بعضنا بعدين. أوكي I respect him very much as a human being. I love him as a person يعني، بس يعني sorry اليوم being nice and being gentleman ما بقى it doesn't cut it anymore. هيدول you need to be a gentleman and nice but you need to get work done. Okay. كل الناس so, يكونوا هيك، يعني حتى إلي فرز اللي لازم يكون هيك، بس ما راح يتعلم حياته تقريبا. الله وكيل. So اللي أنا رهنت عليه واللي انا شفته، وانا بعرف الاشرفيه خي، انا ربيان هون وخلقان هون وكل كل كل ايام مقضاها هون، هول ال 38000 او ال 44000 هول بيتناتشون جماعه الاحزاب، وقسم منهم هيديك المره صوت مع المعارضه لانه كانوا بلشوا يستاقوا، مش هيك زمطت بولا. اوكي اليوم بعد اربع سنين
اذا بدك انت عم بتراهن انك تاخذ من هول ال 44000 انت رهانك خسران. انا اللي عم راهن عليه هلا عندك الارقم تبع هالسنه 125000 موجودين و 9600 برا، ما هيك؟ مزبوط هيك شيء. ولا ما عندكم اياهم قدامكم؟ مارك معه اياهم، ما معي التابلو. يلا عم بفتح التابلو. في حدا سأل was your company paid by the government لما اشتغلت بالجبال؟ لا ابدا، my company was paid by international donors. انا ما اشتغل شيء مع الدولة اللبنانية الا مشروع المسلخ، وكان private public partnership. انا عملت الانفستمنت وفقعوا لي قلبي تكانوا يدفعوا لي. اوكي هيدي اون بارانتيز. دونك عم بقول انا ليش قررت انزل على هيدي الانتخابات وليش معتبر انه حظوظي عالية. عند الارقام حظوظي عالية. اذا انا ام نوت كومبيتينج ضد ولا حدا، انا ام كومبيتينج اجينست ماي سيلف. كل اللي عم جرب اعمله، اذا من هال 90000 يلي قعدوا ببيوتهم، اوكي انا بالبودكاست اللي عم بعملهم وبالجولات اللي عم بعملها وين ما عم بروح واجي واحكي، اذا من هال 90000 بقدر شجع 10000 يشاركوا بالعملية الانتخابية، يشاركوا، مش ضروري ينتخبوني لإلي. بس إذا أنا قدرت شو بيقولوا to entice أو إني شجع 10000 ناخب كان قاعد على جنب آخر انتخابات يشارك بالعملية الانتخابية، كل هول الاستطلاعات والتحاليل وكذا كله بيروح اصلا هالقانون قد ما انه صعب ما حدا فيه يعمل استحقاقات ويعرف تحديدا شو بيصير. There are too many variables. وهيدي لسته للقانون على فكره. هلا هن ركبوه على قياسهم ب 2018 بس لا لا ليش تغير من وقتها لهلا. اكزاكتلي. بعدين النفس الشعبي اليوم نحن على حافه الجوع 100%. كان بدك ارقام هالسنه في عنا 9600 بالخارج و100 و125 بلبنان، يعني بقى توتال 134 تقريبا. يعني تريبيا تغير شوي. فهون خلينا نعتبر ال 44000 تبع هذيك المره كمان رح يشاركوا مع الاحزاب والمنظومه اللي كانت جوك. بيضل لنا 90000 هول ما حدا بعد ضارب حسابه. مزبوط 100%. هلا رح ارجع على هالموضوع. بس هيك حكى عن نديم جمير، هو معروف اليوم انه المعركه بالارشفيه ببيروت الاولى رح تكون على المقعد، على مقعد ماروني. رح يكون في معركه قويه على مقعد ماروني. انت نازل ضد نديم جمير وغيرهم، بس تحديدا ضد نديم جمير. وبنعرف هالقانون كيف بيشتغل، انه في لائحه نديم جمير والطلوزان. خلينا نحكي الاشياء مثل ما هي، هن نازلين مع بعضهم بس انه مش انه بيحبوا بعضهم هالقد، فراح يضاربوا على بعضهم بجوات اللائحه كرمال واحد منهم يطلع اذا طلع لهم حاصل. يمكن بيطلع لهم اثنين ما بعرف، بس حصوب طلع لهم حاصل. بعدين ما تنسى في بارامتر جديد هالمره، انه القوات نزلوا مقعد ماروني 100%. والتيار نزل مقعد ماروني، وهول الثلاثه هن they only compete على ال 44000 صوت. انا I don't compete على 44000. صحيح. يعني هلا نحن انتو لازم ليك مارك. لحظه بدي خبرك شغله هيك صارت معي بتضحك شويه، بس انه لما عرفوا انه نزلت على الانتخابات صار يجيني ناس يقولوا لي ليك هون ببيروت الاولى في عنا هيدا الجروب اللي بصوته كذا، هول حقهم هالقد، هول الجروب اللي هون اذا بتدفع لهم هالقد بيجوا هولي هيكولي. قلت له ليه واي فاي. لحظة من هلأ عم بقلكم نقوله للكل، أوكي ما رح ادفع ولا حق صوت لحدا. إذا نحن نازلين على هاي الانتخابات نازلين ضد هالعقلية وضد هالممارسة بالذات. هيدي واحد. دونك خفوا اجتماعاتي مع اللي بيقبضوا 80%. أوكي وصار معي نفس الشيء، وشان هيك قررت أعمل بودكاست بموضوع التلفزيونات والإطلالات الإعلامية. يمكن أنا من أقل واحد من كل المرشحين
يلي عنده اكسبوجر بالتي فيز، لانه هيك بلش اول ابيزود من ممكن. هو عم نخبر شو قالوا لنا، قالوا لنا بنعطيك الهواء اربع دقائق، نحن بنسالك سؤالات هيك فاست فود يعني انفورميشن، وبدك تدفع لنا 25000 دولار. قلت لها تمنون عيني ارقام خياليه. ايه واندفعي ليك. اوعكم تفكروا اليوم بليز، اوعكم تفكروا اليوم في حيالله توك شو سياسي بيطلع معه مرشح واحد بس عم بيناقشه، اذا هيدا مش دافع الوفات الدولارات 100% في تسعيره حسب كل تلفزيون عنده توصل ل 100000 على بعض البروجرامات. انتبهوا 100000 دولار لواحد يطلع يحكي مع مذيع ما رح نسمي اسامي هلا، بلد صغير وكلنا بنعرف بعضنا دغري رح تفهموا. اوعكم تفكروا انه حيلا وان تو وان ثينج بهيدا. انا طلعت على ال بي سي مره ببروجرام كمان شوي بيضحك يعني، تلفنت لي كنا صرنا لنا شي شهر بالانتخابات يعني، قلت لي انا بروديوسر من ال بي سي. اول شيء قلت لي انا ما بدفع، بلشت تضحك. قال لا نحن عم نحضر شو عم تعمل وكذا، نحن حابين نستضيفك معنا. وبالفعل طلعت، كان في شاب لذيذ كثير اللي بيقدم اسمه إلي متري يعني، وعملنا حلقه بتجنن. هلا اذا بتشوفها على الانترنت عم تاخذ لايكس وشيرز واللي بدك اياه كثير. اوكي سو هيدا اخر شيء خيي، اخر شيء شو بده يصير؟ بدي اخسر بالانتخابات؟ شو انه رح ضب كليكيشي وفل يعني؟ ما رح ارجع على الشغل اللي كنت عم بعمله بالاشرفيه وببيروت وبالجنوب وبالبقاع وين ما كان، رح ارجع على شغله يعني ما في خساره. هلا في خساره اذا بيربح نديم جميل، هيدي بالنسبه لي. فبدي اقول هيدي كل واحد يعبر عن رايه 100%. مشان هو بدي اقول للعالم انه اذا اجوا صوتوا، حتى اذا مثل ما قلت يعني 5% من اللي ما صوتوا مع الليحة نكسح ومنطيره لنديم جميل. فيعني صار ما يحكي عن نديم جميل تحديدا لانه انت نازل بوجه وفي معركه هالمقعد وفي معركه جوات ليحتهم بينه وبين التلفزيون. اذا نجح التلفزيون رح يطلع له اصوات اكثر من نديم جميل، كل الستاتستيك بيقولوها، ومش ضروري نعمل ستاتستيك نعرف كيف بيشتغل التلفزيون. كمان بلد صغير كلنا بنعرف فينا نشيل نديم جميل لنحط عالم احسن منه بكثير. يعني هالليحه بالنهايه إلى حظوظ يطلع لها 3 نواب إن شاء الله، فخلينا نصوت ونصوت كثير، نقول لكل الناس يصوتوا ما يقعدوا بالبيت. هذا كان المثال. السيميوليشن تبعي إذا بيفوت 10000 صوت جديد نحن بناخذ 4 إن شاء الله. هلا إذا علي الحاصل، هيك رح أحكي انتخابي، إذا علي الحاصل بالنهاية وإجوا هالأصوات لعنا ويعني بمحل ما يصوتوا 33% من العالم يصوتوا فور إكزامبل 40 45 بيطلع الحاصل 6000 وشوي، هوليك ما بينجحوا. نديم جميل والتلفزيون يمكن ما ينجحوا هن، حتى يمكن يكونوا على الحافه والطيار بالنهايه خسروا نص اصواتهم. ما في عندنا بوسي اشقر ونقول شماس مش نازل فناخذ بس 2. في حظوظ كثير قوي هلا نقول يعني، نقول شماس مش جاي كيفارا يعني ما بدي اصلا ما جايب شيء يعني ما جايب شيء، بس يمكن هيك اسمه وشغله يمكن جر شوية أصوات. لو ما هن 600 يعني مش ما كان يعني، أنا بياخذهم 600 ما عندي مشكلة. لا we're aiming شوي أعلى من هيك مار. 100% مش هيك. بدي أسألك أنت شو رح تقدروا تعملوا كرمال، لأنه هيك عم يحكي إنه الناس بالاقتراع كانت 33%، كيف رح تشجعوا هالناس إنه يطلعوا من كنيباتهم ينزلوا يصوتوا نهار الانتخابات، يكونوا بالاقتراع بستة أيار باثنين أيار او ب 15 ايار ينزلوا ينتخبوا تغيير؟ كيف بدكم تقنعون؟ مش نقنعهم. الاستراتيجيه كانت تبعي انه ماني قادر اوصل على التلفزيون لاوصل لهالناس، بدي اوصل عليهم بالواتساب. مشان هيك خلقنا نتورك من ناس بتوزع، كل ما نطلع حلقه من ممكن نبعتها على الواتساب بنحطها على اليوتيوب وكذا، وخلقت جروب طلبت منهم اصحاب لإلي هن وجروب كبير انه خي كل واحد يوزع على 25 واحد. الاول بودكاست عملناه، اول بودكاست عملناه برم الكوكب كله
يعني صار يرجعوا لنا باي 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 ريفيرت من المكسيك، من كندا، من امريكا اللاتينيه، من الارجنتين، برم الدنيا كلها. اعتبرنا انه خيي اذا بنقدر نوصل صوتنا هالقد بالواتساب للناس، الرهان معقول يربح انه 10,000، نفوت 10,000 صوت جديد على الانتخابات ان شاء الله. عندي سؤال انا لك، يمكن بعرفه للشباب، بس هيك ليه نقيت تنزل ببيروت الاولى؟ كان فيك تنزل بوين ما كان بلبنان، ليه نقيت بيروت الاولى؟ اخي اول شيء انا اهل امي كلهم من المدور، اوكي، انا خلقان بجعيتاوي، انا اول 7 سنين من حياتي انا كنت روح العب على خط الترين، كان بعده يجي الترين، معليش يعني. بعدين لما صار عمري 17 سنه فت على الايكول دو ميدسين هون، قعدت بفرن الحايك، كان بعد في فرن بالحايك وكان بيعمل خبز وبيعمل دقيش، اوكي. بعدين انا كل شغلي انا اخذ من بيروت اذا بدك بلاتفورم للشغل تبعي، انه هاي المدينه تكون نموذج لمدينه خضراء ولمدينه تكون زيرو ويست. مع انه هلا يمكن الناس عم بيسمعونا بيقولوا شو هذا مجنون كيف عم بيحكي بزيرو ويست وزباله على الطريق هلا، بس اليوم الزباله على الطريق لانه نحن رايحين صوب مشروع الزيرو ويست، لانه اليوم هيدي الزباله على الطريق هي الكونسيكونس اوف باد مانجمنت. مثل ما عم نعمل باد مانجمنت للمي وباد مانجمنت للكهرباء، عم نعمل باد مانجمنت للزباله. سو انا بالنسبه لي بعدين اكبر انترفنشن بموضوع الريجاريت صارت ببيروت، صارت بالاشرفيه بالتحديد، اوكي. سو انا اخذ من هالمدينه هون هي مثل حقل تجارب، ونحن عاملين جرين وولز ببيروت، عاملين جرين فارمز، فيرتيكال فارمز ببيروت. سو انا بالنسبه لي هاي المدينه هي مدينتي وبحبها كثير. وفي شيء كمان بدي اقول لكم اياه، القانون، هيدا القانون ما بيقول انه انت بدك تكون من بيروت تترشح ببيروت، او انت بدك تكون من النبطيه تترشح بالنبطيه، او انت بدك تكون من جونه تترشح بكسر وين. القانون بيقول ما تنسى انت اليوم نايب عن كل لبنان، انت ما عادك بالاشرفيه بس انت نايب عن كل لبنان 100%. وصلت في عنا لوائح كمان بيحضر عقل وين ما كان بلبنان، في بكل منطقه بلبنان لائحه وفيها تسوي، فيها تكون هي تحمل الصوت التغيير، وفيها كثير ناس بيشبهونا اكزاكتلي قريت افكاري، فيها كثير ناس بيشبهونا، وانا بستمنى من كل قلبي انهم يربحوا كمان، لانه رح منشهل لما واحد بيحارب لحاله ما بيطلع ميده شيء، لما 10 بيكونوا عم بيحاربوا مع بعض بيكون النتيجه غير شيء. مشان هيك 32 او 35 مثلا او 40 حتى. مشان هيك زياد اليوم نحن بنحكي عن مغتربين مجتمعيين، بندعي الناس يلي بعد ما شفتوا على صفحتنا يفوتوا يشوفوا اللوائح يلي اخترنا ندعمها من بعد ما تاكدنا من المرشحين، عملنا فيتنج وقررنا ندعم لوائح 13 دايرة. طلعوا على هدول اللوائح، هدفنا اليوم الوطني هو انه نشكل كتلة وزنة بوجه السلطة 100%، نشكل بلوك بوجه السلطة، لانه ما بقى فينا نكمل هيك، البلد ما بقى يحمل يكمل هيك، ويمكن هلأ صار وقت انه ناخد خيارات جديدة بالبلد، مش يمكن على الأكيد صار لازم ناخد هالخيارات. ما عندنا خيار 100%. زياد شو بتحب توجه اخر كلمه للي عم يسمعوك؟ بليز التغيير بايدكم انتو، بيضة الابان، اذا حدا منكم بعد بيعرف شو يعني بيضة الابان، انتو يو ويل ميك ذا ديفرنس باي ذا سمبل اكت انكم انتو تشتركوا بالانتخابات، تشتركوا. خلي ما تصوتوا لي، صوتوا للمعارضه، صوتوا لمين ما بدكم، بس فوتوا هالكتله الاصوات، خلينا نعلي الحواس، شاركوا دخيلكم فيه. ما exactly. حدا صاحبتنا ستيفانين خيبر عم تقول فوت ان عم تعيط عم تصرخ فوت. لازم العالم يسمعوها ويفهموها انه ما لازم يصوتوا ابيض،
الابيض كانه صوتوا للسلطه، واذا ما نزلتوا صوتوا يعني اعطيتوا صوتكم للسلطه، زالوا صوتوا للائحه اللي تشبهكم اكثر شيء، بس صوتوا للتغيير، ما تصوتوا للاحزاب قدام اللي فوتونا هالماما واللي فجروا بيروت 100% 100%. ثانك يو زياد. بقى لك عندك بعد كلمه عبالك تقولها؟ خلص ضحكناها لستيفاني، هيدا المهم. يعني عن جد زياد لا يمل وما بينشبع يعني من الحديث معك. ثانك يو يا شباب، ميرسي كثير على هيدا التوك. و بدي اقول شغله بعد، تفضل تفضل. وهيدا this will be recorded right and it's gonna be always available. اكيد رح نحطها على الانستغرام ورح نعمل لها شير ورح نقص ان شاء الله قطع ونبعثهم كمان. ان شاء الله بيجي يوم، ان شاء الله يكون قريب، منتلاقى ببعض ببيروت بشي مطعم ومنذكر بعض انه بتتذكروا وقت الانتخابات وحكينا انه بدنا نشتغل لنجرب نرجع اكبر عدد من الناس، وتكونوا انتم من يلي رجعوا، وتلاقى انا وياكم بديوان بيروت مثلا عم ناكل شاورما. انا نازل بست ايار اشتغل على الحمله، الحقونا. اوكي يلا كرمال المشاهدين يا طلال، ثانك يو، ثانك يو فيري ماتش اللي لحقتونا. تابعوا زياد على السوشيال ميديا، تابعوا لوطني على السوشيال ميديا، وتابعونا كمان. رح يكون في عنا تاكس مع غير رشحين من غير مناطق مثل ما هلا، ورح يكون في عنا فيرين او لوسيان اوريدي نهار الاثنين، فحقونا. ثانك يو. بس نوضح فيرين او لوسيان عن المتن، مزبوط، وبيشبهونا كثير، وعم صلي من كل قلبي انهم يربحوا. وهلا حطيت كومنت، انا حطيت اسم اسم البودكاست تبعي، هو ممكن اسمه ممكن بلاي ليست على اليوتيوب شانل تبعي. يلا رح نعمل له شير كمان. ثانك يو جايز، اي ريلي انجويد اور ديسكشن، يو جايز ار ترو جنتلمان. ثانك يو، ثانك يو، ميرسي، ميرسي كثير زياد، يعطيكم الف عافيه. باي باي. باي باي. باي باي.